يقوم بعض الناس بعمل وليمة عند الزواج، فهل لهذا أصل في الدين؟ كان للعرب 16 وليمة أو 8 أنواع على خلاف للكتاب، منها وليمة العرس وهي الطعام المتخذ للعرس خاصة مشتقة من الولم وهو الجمع، والإسلام أبقى عليها لعدم منافاتها لمقاصده ولما فيها من نصوص تحث عليها، منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف لما تزوج: بارك الله لك أو لم ولو بشاه. يقول النووي: اختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أو مستحبة، والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحمل الأمر في الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره، لكن في رواية لأحمد أنها واجبة، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وعلى بعض زوجاته كزينب بنت جحش التي حضرها حوالي 300 من الصحابة، وهي تصنع عند العقد وعند الدخول أو عند واحد منهما. وإجابة الدعوة للوليمة قيل إنها واجبة، وقيل مندوبة، وقيل فرض كفاية، إذا أجابها البعض سقط الطلب عن الباقين. ومن الأعذار التي تمنع من الإجابة أن يكون أكثر مال الداعي حراما، أو يكون ظالما فاسقا، وأن يكون في الوليمة منكر لا يزول بحضوره كشرب خمر وملاه أخرى. وفي حفلات اليوم التي لا يخلو الكثير منها من منكر يقول النووي: لو لم يعلم المدعو هذا المنكر حتى حضر وجب نهيهم عنه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم ينتهوا خرج، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح، فإن تعذر الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف قعد وهو كاره ولا يسمع، فإن استمع فهو عاص ولا يجامل بالحضور، فإن المجاملة لا تكون على حساب الدين، والله أعلم.